السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: التبليغ الديني في الجامعات العراقية وسيلة لإثارة الفتن الطائفية في المجتمع العراقي. مشاهدينا الكرام، لدينا وسم أسبوعي في هذه الحلقة سيكون هو التبليغ الطائفي لقتل التعليم. بإمكان حضراتكم التفاعل مع هذا الوسم في موقع تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام لإبداء رأيكم بهذا القرار من قبل وزارة التعليم العالي، ومدى تأثير هذه الخطوة على المجتمع العراقي والمجتمع الطلابي بشكل أخص، ومدى إثارتها للفتن وللنعرات الطائفية من خلال هذه المحاولات بإقحام جهات دينية في الجامعات العراقية. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أيضا أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء آرائكم والمشاركة بتعليقاتكم بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع. في هذه الحلقة الخاصة سيكون معنا ضيف، وهو الدكتور عبد الرزاق الدليمي، عميد كلية الإعلام جامعة بغداد الأسبق. سيشاركنا في هذه الحلقة لإبداء الرأي من ناحية أكاديمية بشأن هذا القرار من قبل وزارة التعليم العالي، لمن لديه رغبة بالتفاعل والمشاركة وإبداء الرأي، وكذلك طرح تساؤلات إن كانت هناك فيما يتعلق بهذا الموضوع توجه من خلال القناة أو توجه للضيف، فبإمكان حضراتكم أن تشاركوا. إذن مشاهدينا الكرام، أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا يقضي بتسهيل مهمة مبلغي العتبة الحسينية لإقامة برامج تحت مسمى التبليغ الديني في جامعات العراق. أثار هذا القرار غضب وحفيظة شريحة كبيرة من العراقيين، خاصة وأن هذا القرار أولا غير قانوني، ثانيا يقحم رجال دين في شؤون الجامعات، وهي خطوة فسرها كثيرون أنها مثيرة للفتن والطائفية التي يسعى العراقيون للخلاص منها. هناك أسباب كثيرة لهذا الموضوع الذي أدى إلى هذه ردود الأفعال، منها أن الجامعات العراقية تملك الأقسام المعنية بالعلوم الإسلامية أو التخصصات الدينية بشكل عام. ثانيا، هذه الخطوة تلغي دور أساتذة الجامعات من حيث تثقيف الطالب وتعليمه إن كان في التخصصات الدينية أم في غيرها. والأهم، هي تطرح مجموعة من التساؤلات، في مقدمتها: لماذا رجال العتبة الحسينية فقط دون غيرهم من الدعاة والمفكرين؟ ثم ما طبيعة ما سيطرح من أفكار للطلبة؟ ومن هم الأشخاص الذين سيقومون بمهمة التبليغ الديني؟ ما هي خلفياتهم السياسية، الاجتماعية والفكرية؟ ثم هل الجامعات العراقية مرتعا للملحدين والكفرة لكي تحتاج إلى مبلغي العتبة؟ أليس العراق بلدا إسلاميا تملأه المساجد ودور العبادة؟ ما دورها إذن في التثقيف الديني؟ هذه مجموعة من التساؤلات بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. هيئة علماء المسلمين في العراق أصدرت بيانا بشأن هذا الموضوع. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام أهم ما ذكر في بيان هيئة علماء المسلمين في هذا التقرير. أحزاب السلطة الطائفية وحكوماتها المتعاقبة تسعى حثيثا في إثارة الفتن الطائفية ودس الأفكار الخطيرة لتفكيك الروابط الدينية والوطنية للمجتمع العراقي. وزارة التعليم العالي تصدر أمراً إدارياً ذا طبيعة طائفية يقضي بفسح المجال أمام مبلغي العتبة الحسينية لإقامة برنامج التبليغ الديني في الجامعات العراقية. إجراء وزارة التعليم العالي غير العلمي وغير المبرر سيكون وسيلة من وسائل إثارة الفتن الطائفية وخلق الصراعات من خلال الجامعات العراقية التي تسعى للخروج من دائرة الفتن الطائفية وسلطة الميليشيات. قرار وزارة التعليم العالي غير القانوني يعد تدخلاً سافراً في عمل الجامعات العراقية ويزجها في صراعات طائفية، ويكشف عدم استقلالية التعليم والجامعات العراقية في ظل العملية السياسية المبنية على المحاصصة. إن السماح لرجال العتبة الحسينية بالتبليغ في الجامعات دون غيرهم من العلماء والدعاة هو قرار طائفي يشير إلى الإقصاء والتهميش وفرض فكر وآراء معينة على طلاب الجامعات. إن وزارة التعليم العالي هي المسؤول المباشر عن كل الآثار السلبية والمخاطر المتوقعة من تنفيذ قرار السماح بالتبليغ الديني في الجامعات العراقية.
وزارة التعليم العالي متهمة بالانتقاص من أساتذة الجامعات المتخصصين بالشريعة الإسلامية الذين هم أقدر من غيرهم على القيام بمهمة التثقيف الديني. إن هذا القرار هو غطاء لنشر التفرقة والتعصب المذهبي وترسيخ مفاهيم خاطئة تحث على الحقد والكراهية وتعتمد على مغالطات تاريخية وقصص منتحلة يسعى الجميع إلى إبعادها عن المنابر والمساجد. وزارة التعليم العالي تؤكد بقرارها هذا فشلها التام وانشغالها عما يجدر بها من مهام لإنقاذ التعليم الجامعي في العراق مما هو فيه من فشل أوصله إلى الدرك الأسفل. ندعو إدارات الجامعات العراقية جميعاً وأساتذتها إلى التصدي لهذا القرار الخطير جداً وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف وراءه وقطع الطريق على العابثين بالتعليم في العراق وفي ثقافة المجتمع وقيمه وتقاليده. ندعو إلى العمل على إلغاء المحاصصة الطائفية وتثقيف الناس لاسترداد حقوقهم وتحسين معيشتهم وتعزيز قيم محاربة الفساد ومعالجة تجهيل المجتمع وتخليصه من الاستخفاف بعقول أبنائه. مشاهدينا الكرام، كان هذا أو هذه النقاط أبرز ما ورد في بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن هذا القرار من قبل وزارة التعليم العالي بالسماح بما يسمى التبليغ الديني في جامعات العراق بعد طلب أو توجيه من قبل الوقف السني إثر طلب من قبل العتبة الحسينية والوقف الشيعي إثر طلب من قبل العتبة الحسينية. وهذا الموضوع طبعا كما قلنا أثار ردود فعل عراقية على نطاق واسع إن كانت في مواقع التواصل الاجتماعي أو إن كانت في الشارع. لنشاهد سريعا بعض الآراء من مواطنين عراقيين بشأن ما ورد بخصوص قرار وزارة التعليم العالي وهذه الخطوة التي يرفضها كثيرون. لنشاهد. التعليم مؤسسة مستقلة الغاية منها تعليم الشباب وتعليم الأطفال وتعليم العلماء. خلينا نخلي ذولا يتخرجون ويفهمون معنى العلم، معنى التقدم. خل نوصل مستوى على الأقل نعيد ما مضى، نعيد الناس شوف وين وصلت. الناس بدأت تصعد للقمر، احنا لحد الآن نحكي نخبط هاي بهاي، فلا يجوز ولا مقبولة. أنا في أحد المرات التقيت بالأستاذ الدكتور علي الزبيدي الله يرحمه، رئيس جامعة بغداد، بعد أن طلع تقاعد إجا للجامعة شاف العميد الجامعة رئيس الجامعة دي يذبحون طلي بالجامعة، تخبال قالهم هذا حرم، لا يجوز، حرم تذبحون بطلي، مذبحة احنا عندنا مصلخ خانة. الجامعة لها خصوصياتها، لها حساباتها، يجب أن تحترم. حرم ليش يقولون حرم الجامعة؟ مثل ما تقول حرم الإمام، حرم الجامعة لازم يحترم. فما يجوز يعني هاي الأفكار، ما أعرف منين تجيبوها أنه خلي الدين يختلط بالتعليم والسياسة ولا. ما يجوز، كل واحد له خصوصياته. ليش الجامعات مرتع؟ ليش بالعكس الجامعات هي أخي إحنا في زمننا. أنا الآن عمري 70 سنة، الثورات تظهر، كانت ثورات تقوم وتسقط حكومات عن طريق الجامعات. طلبة هم أساس البلد، شنو أحسب حساب إنه ذولا كفروا وذولا شيء؟ بالعكس طالب. بس الآن يعني الانحراف اللي صار بالعكس هو يقوض ويعدل من الجامعات. هذا هو أفضل مكان لتجمع الشباب ومحاضرين من أساتذة محترمين كبار. أبين لهم ليش أنا أجي أدينهم، أبين هذا المجتمع، ترى بالمجتمع أكو خلل، نعالج الخلل هذا. أجي أنا أقول يجب أن أدمج أو أدخل أو ما أشوفها، ما ممكن هاي ولا صحيحة. هاي تقول كيف تقبل وزارة التعليم العالي لو كان وزير التعليم العالي من أصل الأساتذة اللي درجوا من مدرس إلى أن وصل مساعد وصار دكتور وصار رئيس جامعة، ما عنده هذا التفكير. بس الآن اللي ظهروا بدأوا يأخذون المناصب السياسية في بعض الوزارات هم مو مهنيين، وهاي أكبر كارثة بالعراق تصير. هذا لو كان مهني أصلاً يرفضها جملة وتفصيلا، ولا يجوز التحدث عنها ولا التفكير فيها.
مو افكر يعني شلون هذا اصلا المفروض هاي من قاموس الانسان تفكير الانسان تيشال هاي الامور هاي. اعتقد انه مفروض انه رجال الدين يهتمون بالقضايا هذه في المساجد وفي اماكن العباده، ويكون دور المواطن في ان يكون عنده الوعي الكافي لتعاليم دينه. الدين انه احنا ناخذه دائما من العائله ومن البيئه ومن المحيط، فبالتالي اعتقد انه هذه خطوه غير صائبه انه يقحم العتبات نفسها في هذا المكان او في هذا المجال، لان راح يكون لربما معرضه للتنمر والسخريه. يعني المفروض انه احنا عندنا اكثر من جامعه دينيه مثل كليه الشريعه وغيرها وكليه الامام الصادق وايضا بعض الكليات اللي تدرس العلوم الدينيه بالاضافه الى الحوزات الدينيه. ما ننسى نقطه مهمه انه العراق بلد متعدد الطوائف، والجامعه تحوي على كل الطوائف، مسيح، سنه، اي شيء كان، فبالتالي مساله انه التبليغ والتبشير، فهذا اعتقد يعني خطوه غير صحيحه وما اعتقد راح تنجح. فيما لو صارت موافقات رسميه على وجودهم فاعتقد انه ما راح يكون لهم دور يعني كلش كبير بهذا الشيء. ومع ذلك اعتقد انه لربما انه يعني ممكن يكون كاستشاريين افضل ما كمبلغين، ممكن يكون كمستشار لبعض الامور الدينيه ومستشار لبعض يعني التعاليم اللي ربما اللي صادف الطلاب في دراساتهم او في يعني طلبهم لاسئله ما يلقون الاجابه عليها، فلربما يكون تحت اسم يعني مستشار ديني افضل ما يكون مبلغ، لان التبليغ كانما انت يعني رايح الى بلد الكفار ودازك النبي حتى تروح تبلغ وتبشر، او بعثه مسيحيه رايحه بجنوب افريقيا والناس كلها اكلت لحم بشر حتى تدليهم على المسيحيه. اكيد اليوم احنا ما نريد نحكي باسم الطائفيه وهي اللغه تسمى اسم الطائفيه وهذه، بس الوزاره وغير مو وزاره التعليم العالي وعده الوزارات اليوم اكو جهات مسيطره عليها وتفرض عليها انه تسوي كذا وتسوي كذا، لهذا سبب انه اليوم تشوف وزاره التعليم العالي انطت هذا القرار بسبب الضغوطات اللي صارت عليها. يعني بالحقيقه انه يعني اتوقع انه هذا الفعل او هذا الشيء اللي تريد تسويه وزاره التعليم العالي او بعض، احنا ما نريد نعمم اليوم على كل الجهات، بعض يريد لي خلق الطائفيه لخلق انه حتى يصير بها انه هذا ليش هاي الجهه صارت وهاي الجهه ما صارت، فخلق الفتنه لهذا السبب، وان شاء الله هاي الفتنه والطائفيه ما راح تنعاد ولا راح تصير. إذن استمعنا مشاهدينا الكرام إلى بعض الآراء من مواطنين عراقيين بشأن هذا القرار من قبل وزارة التعليم العالي. كما شاهدتم هناك رفض، هناك استغراب، هناك عدم تفهم وقناعة لهذه الأفكار التي تحاول دس السم في العسل عن طريق إقحام هذه الجهات وجهات معينة في الجامعات العراقية وتجاوز حدودها المحددة ضمن أماكن معينة ووصولها إلى أماكن كالجامعات التي لا تحتاج إلى هذه الأفكار وليست بحاجة إلى فتن أو إلى محاولات لإثارة النعرات الطائفية عن طريق أطروحات معينة. إذن مشاهدينا نرحب بالدكتور عبد الرزاق الدليمي عميد كلية الإعلام جامعة بغداد الأسبق، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا. بداية، ما تعليقك على هذا القرار الصادر من قبل وزارة التعليم العالي وما هي تأثيراته المستقبلية؟ إن يعني هو طبعا تم الموافقة عليه وسيتم المباشرة به، لكن ما هي الآثار المترتبة على هكذا قرار والتعليق بشكل عام عليه؟ ابتداء شكري وتقديري لجنابك وأيضا للقناة وتحياتي لكل المتابعين والمشاهدين لهذه القناة التي أخذت مسار وطني سليم شريف يدافع عن القضايا التي يعاني منها الشعب العراقي. حقيقة يعني معروف في كل العالم إذا كنت تريد أن تنهض بمجتمع ما فعليك بالتعليم، وإذا كنت تريد أن تدمر شعبا بعينه فعليك بتدمير التعليم. أتذكر وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية والذي قاد جيوشها وقاد المجتمع في ذلك الوقت أثناء الحرب العالمية الثانية واستطاع أن ينجح بمهامه، عندما انتهت الحرب
سأل وزرائه ما هي المشاكل الأساسية، فطبعا طرح مشاكل كثيرة، ولكنه بعد هذا النقاش والحوار الطويل سألهم سؤال محدد: هل التعليم بخير؟ فقالوا له نعم، فلهم نحن بخير. فنحن بالعراق للأسف الشديد هناك خطة ممنهجة منذ عام 2003 بالضبط بعد 9 نيسان، بداية الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بحق الشعب العراقي لتعطيل جهده الوطني، جهده العلمي. العراق معروف منذ 30-40 ألف سنة أنه هو بلد الحضارات، شعب ذكي جدا، شعب يستطيع أن يخترق ويخلق المعجزات ليس على مستوى الجانب المحلي وإنما على مستوى عالمي. كل الآن العلوم بالعالم إذا رجعنا إلى من ابتكرها ومن وضع لها الأسس فتجد أنها أما بالحضارة السومرية أو الأكادية أو البابلية أو الآشورية. بهذا المعنى نقول أن هذه المحاولات التي تقوم بها جهات بتوجيه خارجي هي محاولة لتعطيل وإعاقة العقل العراقي الجبار، هذا العقل الذي استطاع أن يحقق معجزات. يعني بدل ما كنا نتحدث قبل 2003 عن مئات الآلاف من العلماء، يعني كان العراق يسمى بلاد العلماء، بلد العلماء، أصبحنا الآن بلد الخرافة، بلد الدجل، بدل النفاق، بدل بلد الذي يبتكرون أساليب لتشويه سمعة وصورة هذا الشعب العظيم. حقيقة هذا القرار يعني هو محاولة من قبل الجهات التي خططت ليس فقط احتلال العراق وإنما تدميره، وخصوصا من حكام طهران وقم الذين يستغلون بعض الفلوس وبعض المرتزقة، بعض الديول، الذين يطبقون أشياء حقيقة أبعد ما تكون عن الواقع. الشعب العراقي لم يكن في يوم من الأيام شعب ذا طبيعة طائفية، شعب متفائل، شعب متسامح، شعب مندمج متفائل، ليس فيه طوائف وليس فيه اثنيات عرقية أو غيرها. ولذلك لاحظنا منذ الأيام الأولى لبداية الاحتلال حاولت الجهات التي كانت وراء الاحتلال أو التي استفادت من الاحتلال حقيقة في تعميق وخلق بذرات هدفها تدمير هذا الشعب، وكان طبعا في بداياته هو موضوع الطوائف. دكتور يعني هنا جزئية تحدث بها بخصوص ما طرحته العتبة الحسينية بشأن برامج التبليغ الديني. يعني سؤال طرح من أكاديميين من علماء أنه لماذا فقط من العتبة الحسينية دون غيرها، أو رجال دين من جهة معينة دون غيرهم من علماء ودعاة من طوائف أخرى، لماذا الموضوع يكون بهذه الصورة؟ لماذا لم يكن هناك على سبيل المثال تشاورا تفاهما علمائيا يجمع جميع علماء العراق في برنامج معين أو في شكل معين يمكن على أثره أن يتم تقبل الفكرة، لكن لماذا بهذه الطريقة التي ظاهرها كباطنها مثيرة للطائفية؟ يا سيدي، أولا أحب أن أقول كلمة وأنا آسف سوف أتحدث بهذا الجانب. العراق يعني تم تسويغه إلى العالم بعد 2003 على أنه هو لطائفة ما، لطائفة معينة. الحقيقة العراق لم يكن ولن يكون لطائفة ما. العراق معروف بتاريخه منذ مجيء الإسلام وما بعده، هو هويته معروفة وتوجهاته معروفة، بلد شعبه لا يقبل أن يكون تحت أي مسمى غير الإسلام بمعناه الحقيقي بمعناه الصحيح. هذه قضوبة التي طرحت ما بعد الاحتلال بأنه النسبة الكبرى للطائفة سين أو الطائفة صاد، الحقيقة هذه كذبة كبيرة، وهذه طبعا التي تفضلت وسألت عنها هي محاولة يعني توثيق هذا الجانب بطريقة يعني شائنة، بطريقة غير منطقية. يحاولون من خلال هذه الأساليب تصوير الصورة إلى العالم الخارجي أن العراق هو بلد يعني أكثريته من طائفة معينة. العراقيين يعني حتى لو سلمنا بهذه الإثنيات وبهذه الطوائف لم تكن هناك مشاعر أو شعور أو
سلوكيات تعبر عن وجود طائفة لها تأثير بهذا الشكل على بقية أطراف الشعب العراقي. احنا بالعراق احنا شعب مسلم معتدل، يعني ليس لدينا اي تطرف، ولذلك العراقيين معروفين احنا تطورنا علميا، تقدمنا علميا، لاننا لا نستجيب، لا نميل الى هذه المسميات الجانبية الفرعية. احنا بالاساس نحن شعب مسلم، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بالقرآن الكريم، نؤمن بالرسول الكريم وبالصحابة الكرام. أما أي ثقافات فرعية فهي ليست موجودة طيب في العراق. سأتي لحضرتك بعد قليل دكتور عبد الرزاق، أود أن أتناقش مع جنابك بعد قليل بخصوص جزئية مضمون ما قد يطرح، خاصة وأن هناك أسئلة كثيرة تطرح بهذا الشأن، لكن أعود إلى حضرتك بعد قليل. نستمع الآن مشاهدينا الكرام إلى رأي السيد أحمد من ألمانيا، ثم نعود لنكمل الحديث مع الدكتور عبد الرزاق. تفضل سيد أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحياتي لجنابك وللأخوة المستمعين. أريد منك أعطيك مقدمة دقيقتين بس. سيد أحمد بس ارفع صوتك، ارفع صوتك، غير واضح الصوت. الآن شلون؟ الآن زين؟ نعم. ولا لا؟ نعم أحسن، تفضل. نعم، جاء هؤلاء محملين بضغائن وأحقاد على الشعب العراقي، كانوا ولا يزالون يحملون الشعب العراقي مسؤولية ذلهم وهوانهم واحتقارهم من قبل أسيادهم وأولياء نعمتهم. جاءوا ولهم هدف واحد، هو الإيغال في أذية الشعب العراقي وتجويعه وترويعه، ومن ثم زرع الفتنة الطائفية بين أهله لتفريقه وتسهيل سيطرة الفرس المجوس عليه. لذا نرى أنه لم يسلم منهم حتى المقابر، فرأينا رأي العين أخي الكريم. طيب. سيد أحمد، أريد بس من جنابك ومن حضرتك وطبعا من الأخوة المتصلين، نعم، في صلب الموضوع مباشرة لو سمحت. مباشرة. فجرفوا المقابر وتفاخر فيهم منهم بأن الشهداء ليسوا بشهادة. طيب. هم الآن يتجهون إلى الجامعات بعد أن رأوا في ثورة 60 المباركة، رأوا قوة الشباب الجامعي وعدم التميز بينهم بأن هذا سني وذاك شيعي، هذا كردي وهذا عربي، هذا مسيحي وهذا كذا، فلذلك اتجهوا إلى العلماء رهبرهم بأن هذه الجامعات خطر محدق بسياستهم وبما يريدونه للعراق وأهله، فلذلك وجهوا المرجعيات عندهم إلى أنه يدرسون الفكر الديني لمحاولة زرع الفتنة ما بين الطلبة الجامعيين ومحاولة زرع بعض الناس الذين سيتجسسون على زملائهم في الجامعات ويرون أن هذا من التكليف الشرعي ويرون أنهم يخدمون الإمام الحجة. شكرا سيد أحمد، أنا أعتذر من حضرتك ولكن سنأخذ قدر المستطاع متصلين بأوقات محددة. أشكرك سيد أحمد من ألمانيا، وصلت الفكرة. حسين من الناصرية باختصار، يا حسين حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ حياك الله حسين، أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ حياك الله يا حسين، تفضل حبيبي. تفضل حسين. الدين استثمرت هواي حكومات وشعوب. يعني استثمر في زمان العباسيين. طيب. وياي انت؟ وياك. استثمر في زمن العباسيين. استثمر في الفرس، استثمروه. طيب. الامبراطورية العثمانية قامت باسم الإسلام. طيب. زين، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث يسمونه. طيب. بس أرجع وأقول لك مثل ما قلت، أرجع وأقول لك مثل ما قلت الأحمد، أدخل في صلب الموضوع يا حسين. يعني هسه جاي يستثمرون الدين، يضحكون على العالم باسم الدين. نعم. شنو برأيك، تأثير هذه الخطوة من قبل العتبة الحسينية وإرسال مبلغين إلى الجامعات؟ يعني شنو مبلغين برأيك؟ إنه هل الجامعات، أماكن للملحدين حتى تحتاج مبلغ ديني؟ يعني الناس كفرت بيهم، شباب جاي تنتحر. شنو شباب جاي تنتحر؟ شنو شباب جاي تنتحر؟ طيب. يعني معمم ويبوق، معمم ويكذب. انت مع هاي. مع هذه الخطوه يا حسين ام ضدها؟ اقول لك اجونا ذول هي حكومتك باسم المذهب وباسم الحسين. طيب. ودخلونا المخدرات ولعبوا بينا طوبه، استخدموا نفس بني العباس، سياسه بني العباس. نعم.
سيد حسين أنا أشكر حضرتك إذا أنت ضد. شكرا جزيلا سيد حسين، أكتفي وياك بهذا القدر. أعود للدكتور عبد الرزاق. دكتور، تحدثت قبل قليل عن جزئية المضمون، وهنا أطرح سؤال بخصوص المضمون. ما طبيعة ما سيطرح؟ يعني هناك أسئلة خرجت من عراقيين تقول بأنه إذا كان الموضوع يقتصر على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة المتفق عليها، فهذا الموضوع لا يحتاج إلى إقحام رجل دين في الجامعات، لكن إذا كان الموضوع مرتبط بأحداث تاريخية بقضايا معينة فهي مثار خلاف وجدل بين علماء الأمة بشكل عام من كل الطوائف، فلماذا تأتي جهة واحدة ربما قد تحمل فكرا تريد أن تؤثر به على الآخرين على الطلبة بشكل عام؟ فلماذا السماح بهذه الخطوة من قبل الوزارة أن تأتي هذه الجهة الدينية وهي جهة واحدة إلى الجامعات دون غيرها؟ حقيقة طبعا أثني على ما تفضلوا به الإخوان اللي طلعوا أثناء التقرير وأيضا تحدثوا قبل شوية، يعني هذا طبعا دليل على الوعي. تخيل هؤلاء الناس من عامة الناس، من الناس المثقفين بالمجتمع تحدثوا بهذه الطريقة، فكيف يكون الطلاب؟ يا سيدي أنا ابن التعليم العادي، أنا حياتي كلها قضيتها يعني من شبابي من سنة 78 إلى حد هذه اللحظة أنا بالتعليم، التعليم العادي. شوف إحنا عندنا بالعراق أكو شغلات يعني تتعلمها أنت من خلال التجربة من خلال الواقع. الشباب العراقي تخيل في فترة السبعينات والثمانينات، الفترة اللي كان إمكانيات العراق يعني إمكانيات مهولة من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية الظروف. الشباب لا يقبلون أي شيء يرفض عليهم. طلاب الجامعة هم ليسوا طلاب يعني حوزة علمية، هم طلاب عندهم مساحة كبيرة من التفكير، من التنوير، ناس يتطلعون، يقرؤون، يبحثون. ثق هذا القرار سيكون وبالا على من أصدره، على من فكر به، لأنه أنت لاحظ الشعب العراقي خلال 20 سنة يعني استطاعوا أن يستنتجوا من خلال ما شاهدوا من خلال المعاناه أن هؤلاء الناس هم ناس أعداء للشعب العراقي. هؤلاء الناس لا يريدون خير لهذا الشعب، وهذا الشعب إذا كان عامة الناس رفضون فكيف بالناس المثقفين؟ كيف بطلاب الجامعات؟ هؤلاء فاهمين طلاب الجامعات بطريقة مختلفة. نعم أكو بعض الظواهر الآن سلبية، تفشي الحشيشة وغيرها، ولكن لا يزال الشعب العراقي شعب الذروة، شعب يعني شعب الانفران بالفكر، بالنقاش، يعني بالتفكير، بالتحليل. هؤلاء زرعوا يعني بذرة لتنمية ناس وأناس ضدهم في داخل الجامعات. الجامعات ليس مرتعا سهلا لمثل هذه أفكار متخلفة. طلاب بالمناسبة يعني أنا أقول هذا القرار ولد ميتا. لماذا؟ لأنه اختاروا المكان والزمان غير مناسبين. هذا الكلام يمكن لو طارحيه في بداية 2003-2004 كان ممكن يسوغون بعض الجوانب اللي ممكن تمشي على الطلاب. أما الآن بعد 20 سنة الطلاب هم ناس يعني شاوا أبو ناس تعلموا، تدربوا، تفهموا، بحثوا، ناقشوا، ولذلك هذا القرار ولد ميتا وسوف يكون وبالا على من خطط له وحاول أن ينفذه. دكتور، الجامعات العراقية فيها الأقسام المعنية بالعلوم الإسلامية بالتخصصات الدينية، هناك أساتذة الجامعات على مستوى من العلم من الثقافة وأيضا اختصاص في هذه الجوانب، لماذا يتم إقحام هذه الجهات؟ يعني هناك حديث بأن هذه الخطوة هي عملية إقصاء لأساتذة الجامعات، عملية تطرح سؤالا أنه ما دور إذن الكليات المعنية بالتخصصات الدينية إن كانت العتبة تريد أن تحل محلها؟ إذن ما دور الجامعة؟ ما دور الجامعة في التثقيف العلمي والديني في نفس الوقت؟ شوف، هذه المشكلة الأساسية أنه النظام الذي تم التخطيط له وتم تنفيذه بعد الاحتلال هو نظام يقوم على المحاصصة. وبالمناسبة ترى هذه القرارات التي يعني يتخذوها هنا وهناك بين حين وآخر
حتى تتناقض مع الدستور السيء الذين وضعوه الذين فرضوه على الناس. يعني حتى هاي القرارات من تجي تعكسها على او تعكس يعني مواد الدستور ستجد انها تتناقض بعضها مع البعض الاخر. لذلك اقول ان محاوله اقحام الجانب الطائفي السيء الفارسي الصفوي على الشعب العراقي سوف يولد نتائج عكسية 100%. وأنا مسؤول عن كلامي، وإن شاء الله سنلتقي مع حضرتك في فترة ليست بعيدة، وستجد أن نتائج هذا القرار نتائج كارثية على أصحابه. هذا حتزيد الفجوة بين الشعب العراقي وبين هؤلاء المجرمين اللصوص منتحلي صفة الدين وصفة الطائفة الشيعية الكريمة. ولهذا السبب أقول أن مثل هذه الخطوات هي محاولة لتشويه صورة الشعب ولتأكيد أن هؤلاء هم عملاء وذيول لنظام الملالي في طهران. طيب. وقوم يحاولون أن يعملون أي شيء من أجل عودة أو تشويه صورة العراق. هذا العراق البلد الذي يتميز بكونه بلد العلماء، بلد الناس الذين خططوا وبنوا لتجربة عظيمة للإسلام وغير الإسلام في العالم. طيب دكتور، أرجو من حضرتك أنه تبقى معي مرة أخرى نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. حياك الله أبو عبد الله، باختصار وفي صلب الموضوع لو تكرمت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جتنا جهة طائفية، جهة تسوي طوائف ماكو بالعراق، مثل ما جابوا داعش. داعش قام يحلل ويشبي. نعم. وقبلها هم جت هذه وكلها وما تنجح، وان شاء الله ما تنجح. هاي شغلات فاشله، وان شاء الله ما ينولون كل شيء من الشعب العراقي، لان شعب متماسك، شعب متآخي، ما يمشي ورا ناس دايحه. والمفروض وزير التعليم العالي اذا براسه عقل هذا الشيء يرفضه. بس هذا مو وزير، هذا ميرهم زبال. يعني ما يصير يعني الويت يتودوا العراق لأي هاوية يتودوا. جانا داعش بحجة دولة إسلامية وهو الإسلام بريء من عنده. أكو ناس تحكي باسم سيدنا العباس، سيدنا الحسين والعباس بريء من عندهم. أبو عبد الله سؤال أريد عليه جواب باختصار. شنو دور الجوامع، المساجد، دور العبادة، إن كانت مسجد أو حسينية، إن كانت لا تفي بالغرض، يعني رايحين دي يسوون تبليغ ديني في الجامعات، لعد شنو دور المساجد ودور العبادة لتوعية الناس وتثقيفهم من الجانب الديني؟ محطة الخشي هو هذا أساسا مو جاي من مسجد ولا جاي من حسينية، هاي من برا جاي، دلزة إيران، دلزة إسرائيل. طيب الحسينية بريئة من هذا الجهة. شكرا أبو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا لحضرتك ويانا. وطبعا أعتذر للمتصلين جميعا، لكن ضيق الوقت وأيضا لدينا كثير من الأسئلة نطرحها على الضيف يستوجب منا الاختصار. أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. عليكم تحية لك أستاذ محمد وإلى قناتكم الوطنية. حياك الله. حقيقة بالبداية أدخل أنا هذا الموضوع مرفوض رفض قاطع، هاي حتى يكون معروف اي شنو هذا الموضوع. بس ارفع صوتك يا ابو احمد، ارفع صوتك لو سمحت. اي لان اولا انا رافض رفض قاطع هذا الموضوع لانه اعتبرها سابقه خطيره جدا. لانه اولا هم الناس عندهم قناه كربلاء، خلي يعرضون بها، شردون بها خلي يعرضون. يعني لا يفرضون على الطلبه بالجامعات اللي هم اصلا هزموا من عندهم يعرضون عليهم هاي الافكار اللي هي يردون يملوها عليهم. ثانيا احنا تعلمنا الحرم الجامعي، اسمعنا كلمة الحرم. الحرم معناته مكان مقدس لغرض التعليم والبحث والتطوير، وليس لبث أفكار. أو ثانية، ثالثا، العراق مو بلد شيعي ولا بلد إسلامي. العراق بكل الطوائف يا أخي. أنت تروح للجامعة التكنولوجية راح تلقى مسيحي وتلقى يزيدي وتلقى كل الطوائف، وتلقى صابئي. زين أنت راح تطرح له أي فكر، راح تطرح له إذا قاعد بالصف شنو راح يطلع من الصف، راح يطلع من القاعة، لأنه ده تطرح فكرك أنت. وهاي الأمور كلها ما مقبولة أولا. ثانيا، أنه إحنا بدل ما نفكر أنه شلون، يعني بدل ما نحاول نسوي دراسات لعزوف الطلبة وميلهم إلى الإلحاد، لأنه شافوا أبو العمامة يحكي بزهد علي بن أبي طالب وصاعد تكساره،
يحكي انه الامام علي كان يشد يحط حجاره على بطنه بجوع وهو كرسه 3 كيلومترات لي قدام. طبعا هو حتى لا يساء فهم اللي ده الطرحه. لا 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 لا, لا, لا بس اسمح لي بس انا ما اقصد يعني انه قصدي من الكلام انه حتى لا يساء فهم اللي ده تطرحها. اولا الجزئيه الالحاد او ميل الشباب الى الالحاد طبعا هي قله قليله في مجتمع محافظ متدين كالمجتمع العراقي. جزئيه اخرى متعلقه بالاطروحات هو السؤال يا ابو احمد انه لماذا من العتبه الحسينيه فقط؟ لماذا لم يكن هناك تواصلا تفاهما مع بقيه الطوائف والاديان لكي يكون ان حدث هذا الطرح متقبلا عند الشارع العراقي وطلبه الجامعات؟ يعني مثل ما تفضلت حضرتك طلبه الجامعه تجمع مكونات مختلفه واديان مختلفه لطلبه، كيف يمكن ان يتقبل الطالب هذه الافكار وهي تعارض ممكن مذهبه او تعارض دينه؟ اولا هم سيصيرون دوله داخل دوله. يعني دي يسوون صناعه، دي يسوون مستشفيات، زين انت بدل ما تسويها شارك الدوله في يعني ليش تصير وحدك تسويها؟ يعني ثانيا انت عندك خطبه الجمعه تريد تطرح بها امور توعيه، اطرحها بخطبه الجمعه مالتك، اطرحها بقناتك 24 ساعه موجوده قناه كربلاء. اضافه الى انه اكو مساله جدا مهمه انه انت الاسلام لم يفرض فرض، لانه رسول محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، التركيز على الاخلاق بالدرجه الرئيسيه. اين انتم من الاهتمام باخلاق الشباب؟ يعني انت تريد تدخل للجامعه ليش؟ لان شفت مثلا بعض الشباب بدا يريد ياخذ حريته في بعض الامور، هذا شباب عمره 18-19 سنه. انا اسف طولت عليكم. انا اشكرك سيد ابو احمد واعتذر من حضرتك ايضا لأنه الوقت ضيق. أعود للدكتور عبد الرزاق الدليمي مرة ثانية. دكتور، لماذا لا يتم الاهتمام بجودة التعليم؟ لماذا لا يتم الاهتمام بمستوى الجامعات العراقية التي الآن مصنفة من أسوأ الجامعات في العالم بعدما كانت في الريادة؟ الآن التعليم في العراق عندما نتحدث عن المراحل المتوسطة والابتدائية، العراق أو حتى التعليم الجامعي، العراق خارج تصنيفات جودة التعليم، وآخرها المؤتمر في دافوس الذي لم يصنف حتى العراق ضمن أي مستوى، كان خارج التصنيفات. لماذا لم تهتم وزارة التعليم العالي أو لا تهتم بهذه الجزئية، الاهتمام بالجامعات، بالبنايات الجامعية، بالمناهج، بالأكاديميين الذين يعلمون الطلبة، بدل أن توعز إلى هذه الجهات حتى المختلف عليها شعبيا أن تأتي وتقتحم الجامعات وتفرض نفسها وتستثني الآخرين أو تقصي الآخرين؟ أحسنت. يعني هذا السؤال الحقيقة هو سؤال محوري ومفصلي ويجب أن يوجه إلى جهتين، الجهة التي يعني معنية بالتعليم وهي وزارة التعليم، والجهة الثانية التي تحاول أن تفرض نفسها على الجامعات وعلى التعليم العالي بالعراق. احنا مشكلتنا يعني احنا العراق للعلم يعني لحد قبل 2000 يعني قبل نيسان 2003 رغم ظروف الحصار وظروف الحروب التي فرضت على العراق يعني في مرات عديده، العراق كان يمثل البلد رقم واحد بالتعليم في منطقه الشرق الاوسط، وكان يشار الى طلبه وخريجي العراق بانهم المتميزين دائما، حتى الطلاب العرب الذين يتخرجون من العراق ومستوياتهم ربما اقل من مستوى الطلبه العراقيين، عندما يرجعون الى بلدانهم ينظر لهم نظره يعني قيمه جدا عاليه جدا. انا اعرف وانت تعرف وكل العراقيين الشرفاء الواعين يعرفون ان جزء مهم من احتلال العراق كان هو هدف تحطيم التعليم وتحطيم سمعه الشعب العراقي وانجازات الشعب العراقي. ومثل ما قلت في بدايه الحديث بداية الحلقة قلت أن هناك محاولة لتحطيم التعليم بالعراق، وإذا حطم التعليم بالعراق يعني حطم العراق. إحنا بلد اشتهر منذ يعني حتى في العهود السابقة في زمن الملكية وغيرها كنا متميزين بالتعليم، يعني خريج الطبية من العراق يتفوق على خريجين الجامعات البريطانيه وغيرها. الخريج العراقي عندما يذهب الى اي مكان يعتبروه انسان خارق العلم، متمكن، متطور، يمتلك امكانيات غير موجوده عند الاخرين.
ولذلك الآن الخطوة التي يتقدم بها هؤلاء المتخلفين، هؤلاء المتآمرين على الشعب العراقي، يريدون تحطيم القلب والعقل في الشعب العراقي وهو التعليم العالي. ولهذا السبب أقول أن هذا المشروع سيفشل. يعني أنا أتذكر قبل 2003 لا يسمح لأي شخص، لأي رجل دين أن يدخل الجامعة، لا يسمح بالجامعات العراقية، وإحنا عندنا 56 جامعة، لا يسمح لأي شخص مهما كان أن يطرح أفكارا ممكن أن تسبب تشويه لسمعة الشعب، وحدة الشعب، مكونات الشعب. الآن المحاولة لاختراق الجامعات وتحويلها من منابر علمية التفكير والتأمل والتقدم والتطور والابتكار إلى أماكن للهرطقة والتخلف والخيال الذي لا ينسجم مع عقل وفكر الإنسان. الشعب العراقي شعب ذكي، يعني الآن أنت سمعت إخواني يتحدثوا، شعب يعني ليس سهل. فلذلك هؤلاء متخلفين عندما يفكرون أن بإمكانهم أن يتفوقون أو يدخلون الشعب في أتون تفاصيل هم الحقيقة العراقيين يرفضوها. الشعب العراقي لا يمكن أن يكون تحت يعني أي لافتة أي عنوان. الشعب العراقي شعب حر، شعب ذكي، شعب متقدم متطور، يرفض كل هذه الهرطقات التي يحاول أن يطرحها جنود إيران والفرس العراق. أعود إلى جنابك بعد قليل، بس نسمع رأي السيد أبو عمر من بغداد باختصار. يا أبو عمر حياك الله. تحياتي لك استاذ محمد ويضيفك الاستاذ الكريم دكتور عبد الرزاق الجميلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ محمد. بالنسبه موضوعكم يعني موضوع كلش يعني مهم، هذا الموضوع اللي احزاب السلطه اللي حاولت انه تخلي يعني مكانه لهم بالجامعه وبالكليات، يعني ما تفاهم المواكب وهاي الامور، الجوامع والحسينيات تحاول انه تخلي الفتن وبالقوة على جامعات وكليات اللي موجودة عندنا ببغداد وبالمحافظات. هذا الأمر مفهوم لأنه جرح مشاعر الآخرين من الطلبة. عندنا بيها كافة البيانات اللي موجودة عندنا، الطلاب اللي قاعدين يدرسون في جامعات وكليات اللي الصافية وخلينا نقولها السنة وكلها بصورة عامة. هذه ما يصير تفرض رأيها الحسب المقدس أو ذات التحكيم على جهة من باقي الجهات إلا توافق وتفاهم مع باقي الجهات وباقي الأديان اللي موجودة عندنا. الجهات الواحدة ما ممكن أن شو تقدم لطلبة الكليات وطلبة الجامعات، شو تقدم؟ تعرف مقيمة قضية الحسين وقضية كل الأمور الدينية اللي يروحون يتناولون بها ضمن هاي الأفكار لطلبتنا وأعزائنا كل الكليات اللي موجودة، وهاي مرفوضة أصلا باكرة. لأنه إحنا عندنا للعراق أكو أمور غيرها لازم يسألون لها. يعني الطالب عندنا مفهوميته وفكرته ومتواد دراسي ما يحتاج إنه يتفهم ويتقبل هاي الأمور. أكو عندكم نوادي ليلية، أكو عندكم الكوفيات اللي موجودة، هذا متحقق من ناس عبرة، ناس أهل الفجور اللي تكونها عمار الحكيم وزعماء باقي القيادات الفاسدة. هذه الأمور روحوا لجوا إلها وفهموا الناس كفرة واسمعوا هاي الناس. هذا طيب. الناس ممكن أن يفهمون هاي الأمور، ممكن أن يحددوها، ممكن أن يكون من عندكم رأي لهم. هاي المفروض تروحون توقفون هاي العالم اللي فزت بسببكم وتدمرت، والمخدرات اللي قاعد تصير والأوضاع اللي قاعد يصير عندنا في العراق. طلبة الكليات ما محتاج هاي الأمور الخرافيات وهاي الأمور اللي تخرب عقول الطلبة واللي الطالب انه ما يتقبلها، لانه من اهميتها لحد الان عرف العراق ضمن هاي الاحزاب. نعم يا أبو عمر، أنا أشكر حضرتك، أشكر حضرتك وأعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. فيما تبقى من لحظات لدينا آخر سؤال للدكتور عبد الرزاق الدليمي. دكتور، سؤال يطرح، لماذا في هذا التوقيت الذي يمر فيه العراق ببلبلة، تسريبات ومظاهرات، اقتحام للمنطقة الخضراء، هذه الفوضى، يمرر هذا القرار؟ أنت أكيد تعرف أكو شيء يسموه رصاصة الرحمة.
يعني هذه الطغمة الحاكمة التي تولت على حكم العراق و قادت العراق من سيء إلى أسوأ، من وضع إلى أسوأ منه في كل تفاصيل الحياة، تحاول أو تعتقد أنها ستجد ضالة أو ستجد يعني منبر أو نجاح في جزئية خطيرة جدا هي الجامعات. حقيقة هذا القرار في هذا الوقت يعني قرار غبي جدا، مع احترامي لمن صدره لمن سيطبقه، ولكن أقول أن هذا القرار ولد ميتا ولن يجد صدى له في الجامعات، بل الذي سيحدث العكس. نتها أو لا أن الظرف الذي يعيشه المواطن العراقي سواء كان طالب أو غير طالب، المواطن العراقي وخصوصا الشباب الطلاب المثقفين متنورين لديهم الآن منافذ كثيرة. الآن التكنولوجيا التي من خلال الإنترنت يعني أتاحت للطلاب للشباب للمثقفين للواعين أن ينفتحون على العالم كله. فعندما يأتيك شخص يتحدث في الطاقات وبالقضايا الخرافية قطعا مو فقط سترفضه وإنما ستقف ضده قلبا وقالبا. جزء كبير من الشباب ربما بعد هذا تنفيذ هذا القرار سوف تزداد مساحة المناهضين لهذا النظام ولهذه الدولة ولهؤلاء الفاسدين الذين فرضوا على الشعب العراقي. فهذا قرار ولد ميتا وسوف يشهد تداعيات خطيرة على من أوجده وحتى على وزارة التعليم العالي. بل هي فرصة مناسبة، سترى أن هناك ردود أفعال عظيمة وجبارة لدى الشباب العراقي المتنور الواعي الذي يحب الوطن. أنا بتقديري كان هؤلاء بدل ما يتجهون لهذا الاتجاه يتوجهون إلى كيفية تربية الإنسان الطالب الواعي المثقف، تربية حب الوطن، خدمة الوطن، التضحية من أجل الوطن، التخلص من الأمراض التي فرضت علينا، الحشيشة والمخدرات والإيد وإلى آخره. وهؤلاء بدل ما يفكروا يدخلون الجامعات عليهم أن يفكروا في كيفية توفير خدمات المواطن العراقي، تحسين معيشة المواطنين. وإلا لما كان خرج عليهم المواطن بتظاهرات وقال باسم الدين باقون الحرامية. بالضبط أحسنت. هذا طبعا هذا ملخص لأنه هؤلاء الناس أساءوا حقيقة، هو تشويه للدين الإسلامي. الإسلام ليس هكذا، الإسلام عظيم دكتور. الإسلام استطاع أن يبني حضارات عظيمة. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشرفتنا الدكتور عبد الرزاق الدليمي عميد كلية الإعلام جامعة بغداد الأسبق في هذه الحلقة، وأشكر أيضا من شاركوا معي مشاهدينا الكرام من الأخوة المتصلين، وأعتذر لمن لم أستطع قراءة رسالته في هذه الحلقة. أشكر الجميع ونلقاكم بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.